أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصص إلكترونيات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الإلكترونية. موضوع حلقة اليوم اللي هنتكلم فيه اللي هو جهاز استقبال الـ FM. إيه جهاز الاستقبال الـ FM؟ إحنا كنا استعرضنا في الحلقات السابقة جهاز الاستقبال بتاع الـ AM، وتعرضنا للرسم التخطيطي ليه و الشرح بتاع الدايره بتاعته، واتكلمنا على الجزء العملي اللي خاص بجهاز استقبال الـ AM. هنتكلم النهارده عن جهاز استقبال الـ FM. جهاز استقبال الـ FM يبقى هو جهاز استقبال الخاص باستقبال موجات الـ FM اللي هي Frequency Modulation او المعدله تعديل ترددي. طيب الموجات المعدله تعديل ترددي دي هنشوفها على جهاز استقبال الـ FM. هل المراحل بتاعة جهاز استقبال الـ FM بتختلف عن مراحل جهاز استقبال الـ AM؟ أكيد. ليه؟ لأن شكل الموجة المعدلة AM دي متغيرة تغيير في الاتساع وثابتة في التردد، إنما الموجات المعدلة FM لا، دي موجات متغيرة في التردد وثابتة في الاتساع. وثابتة فين؟ في الاتساع. إذن هنلاقي في اختلاف في المراحل. هل الترددات بقى هنا بتاعت التردد المتوسط في الـ AM والتردد المتوسط في الـ AM مختلفة؟ طبعا. وعشان كده بعد ما بندرس جهاز الـ FM بالتفصيل زي ما درسنا جهاز استقبال الـ AM، هنعمل مقارنة بين جهاز استقبال الـ AM وجهاز استقبال الـ FM. انما كمراحل اسما هنلاقي عندنا انتنة، وهنلاقي عندنا دائرة اختيار اللي هي دائرة الهواء التوافقي، وهنلاقي دائرة مذبذب ودائرة خالط ودائرة مكبر تردد متوسط ودائرة كاشف. بس الكاشف هنا هنلاقيه مختلف. تعال نشوف الرسم التخطيطي لجهاز استقبال اللي هو الـ FM، ونشوف شكل عام او الرسم التخطيطي العام، ونلاحظ الاختلاف بينه وبين الرسم التخطيطي لجهاز الـ AM. تعال نشوف الكلام ده على الشاشة. الرسم التخطيطي لمراحل جهاز استقبال FM، شوف كده الرسم التخطيطي بتاع جهاز استقبال الـ FM. هتقول لي ده فيه حاجات كتير جدا اسما، خلي بالك اسما، تشبه جهاز الـ AM وفي بعض الاختلافات. هنشوف الاول الجهاز ده بيتكون من ايه، ومن خلال كلامنا عليه هنعرف الاختلاف بين الـ AM وبين الـ FM. لو بصيت كده اول حاجة تلفت نظري في الاختلاف الاقي مين؟ شكل الموجة الويف نفسها المعدلة FM شكلها مختلف تماما عن الـ AM. شايف شكل موجة الـ AFM؟ الـ FM دي موجة متغيرة في التردد، التردد هو اللي بيزيد ويقل، والاتساع هو اللي ثابت، الارتفاع بتاعها ده ثابت، انما اللي بيتغير جوه مين؟ التردد نفسه. وفي اشارة جاية ومعاها موجات شوشرة، يعني موجة الـ FM معاها شوشرة. يبقى ده اللي لفت نظري، ده اللي لفت نظري اول حاجة. تاني حاجة لفت نظري ان فيها انتنة، فيها وقت توافقي، في مكبر تردد عالي، في مازج، في مذبذب اللي هو المذبذب المحلي اللي احنا بنسميه لوكال اوسيليتور، في مكبر تردد متوسط. كل الكلام ده كان موجود في الـ AM. ايوة، بس مش هيشتغل الا على الموجة المعدلة FM. يعني ده لو دخلت له موجة AM لا مش هيشتغل عليها. طب كلام كويس،
لاحظت بقى في حاجات جديدة بانت لي هنا. ايه الجزء ده؟ بان عندي ان مفيش مرحلة كاشف. وفي مرحلة ايه بقى؟ محدد ومميز. اذن الجزئين دول هما اللي بيحلوا محل عملية الكشف. يبقى اول جزء ظهر لي اهو ولمحته مختلف. خلي بالك بقى معايا، الكشف. نوضح الجزء ده، نوضح الجزء ده. الكشف في الاي ام مرحلة واحدة، اما الكشف في الاف ام مرحلتين. الله، يعني ايه؟ يعني الكاشف في الاي ام مرحلة واحدة، انما الكشف في الاي ام، الكشف في الاف ام مرحلتين. مرحلتين، صح. يبقى انت كده معايا فعلا ومركز. لما قلت هنوضح الجزء ده بان عندي الجزء بتاع اللي مرحلتين في الاف ام الكشف، ومرحلة واحدة في الاي ام. طب المرحلتين اللي هما الاف ام اسمهم ايه؟ شفناهم، مرحلة المحدد الليمتر، ومرحلة المميز اللي هو الديسك مونيتور. الاتنين دول هما اللي بيعملوا لي عملية الكشف. طب الكشف كان في الاي ام عبارة عن دايرة، عبارة عن ثنائي ومكثف، وبتفصل موجة التردد العالي اللي هي الحاملة عن الموجة المحمولة اللي هي ذات التردد المنخفض. عظيم. ده مين؟ تمام، ده مين؟ ده الكاشف في الاي ام. انما الكشف في الاف ام، لا، الكشف في الاف ام بيتم على مرحلتين. مرحلة اللي هي الليمتر اللي هي المحدد، ودي بشيل فيها اي شوشرة من الاشارة. اي شوشرة من مين؟ من الاشارة. والمرحلة التانية اللي هي الديسك مونيتور او المميز، ده خلي بالك من الجملة اللي هقولها، ده اللي بيحول شوف كم مرة بقولها لك، التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع. تاني، الكشف في الاف ام مرحلتين. المرحلة الاولى الليمتر، وده بشيل عن طريق نبضات الشوشرة، والمرحلة التانية الديسك مونيتور اللي بيحول التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع. اوعى تغلط وتنسى وتقول بيحول التعديل الترددي الى تعديل اتساع. غلط. لا، انا بركز. الديسكريمينيتور بيحول التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع. التغيرات مش التعديل. طيب، الكلام ده كلام جميل. الليمتر او المحدد وظيفته ازالة نبضات الشوشرة، وهو ده اللي خلى، ركز معايا في الكلام اللي هقوله، اللي خلى الصوت في الاف ام انقى من الصوت في الاي ام. لان اجهزه الاي ام ما فيهاش ليمتر، ما فيهاش محدد عشان يشيل الشوشره. الله، ليه ما فيهاش محدد؟ لان المحدد هنا او الليمتر بيشتغل على اشاره اتساعها ثابت، واي حاجة تاني تيجي على زيادة عن الاتساع بتاع الاشارة بيعتبرها شوشرة وبيشيلها. ما اقدرش احطه في الاي ام، لان الاي ام اتساع الاشارة مش ثابت، ده بيزيد ويقل. فما ينفعش احط الليمتر او المحدد في الاي ام وهو موجود فعلا في الاف ام. عشان كده بنقول ان الصوت في الاف ام انقى واوضح من الاي ام. ادي جزئين مهمين قوي. لاحظتهم. لاحظت حاجه تاني في الرسم التخطيطي.
مكتوب عليها الـ AFC اللي احنا عارفينه AGC او AVC، انما المرحلة الجديدة دي اللي ظهرت عندي اللي هي مرحلة الـ AFC او Automatic Frequency، Automatic Frequency Control، التحكم في التردد اوتوماتيكيا، مش التحكم في التكبير اوتوماتيكيا او الكسب اوتوماتيكيا اللي هي الاي جي سي اوتوماتيك جين كنترول او اوتوماتيك فريكوانسي اوتوماتيك فولتج كنترول. مش هم دول احنا عارفينهم من اجهزه الاي ام. امال اللي جدت علينا جديده دي اللي هي مرحله اوتوماتيك فريكوانسي كنترول اي اف سي اللي متاخده من خارج المميز ورجع تاني على المذبذب اللي هو اللوكال اوسيليتور او المذبذب المحلي. ليه حطيناها؟ ليه ما هي ما كانتش موجوده في الاي ام، موجوده في الاف ام؟ سؤال صح وملاحظه جيده. ليه حطيت الاي اف سي في الاي ام في الاف ام ومش محطوطه في الاي ام؟ ايوه تمام. اوتوماتيك فريكوانسي كنترول ضابط التردد الاوتوماتيكي. تردد مين؟ مين اللي هظبطه اوتوماتيكيا؟ تردد المذبذب المحلي. وتردد المذبذب المحلي مش مظبوط؟ مش مظبوط. ليه بعمل له كنترول؟ عشان تردد المذبذب المحلي في الاف ام بالميجا هرتز. بالميجا هرتز، الميجا هرتز اللي هي 10 اس 6 بالمليون هرتز، انما في الاي في الاي ام كان التردد بالكيلو هرتز اللي هي 10 اس 3 مستقر. تردد بالكيلو هرتز مستقر، انما التردد في الاف ام عالي جدا، وكل التردد ما يبقى يقلى يبقى عرضه للشوشره. لما نيجي نشرحها هقول لك على مثل في مرحله الاي اف سي دي والمذبذب المحلي في الاف ام مش هخليك تنساه خالص وهتفهمه بيه. تمام، تعالى نرجع للمراحل مره تانية ونبص ونشوف بعد كده نشرح مرحله مرحله وفايده كل مرحله بتكون ايه في اجهزه الاستقبال الاف ام. نرجع للشاشه مره تانية، الاقي عندي اول حاجه قابلها في الجهاز لما نبص على الشاشه اول حاجه الانتنة الهوائي، والهوائي ودائره الاختيار سميتهم اسم الهوائي التوافقي. الانتنة او الهوائي لوحده بيعمل ايه؟ بيستقبل الموجات ويحولها من موجات كهرومغناطيسيه الى موجات كهربيه. ده مين؟ ده الانتنة. تيجي بعد كده دائره الاختيار اللي بيتم عن طريقها، ودي رنين توازي على فكره، بيتم عن طريقها اختيار المحطات المرغوبه ورفض باقي المحطات. يبقى دول بتوع الهواء التوافقي. مكبر تردد عالي هيكبر اشاره التردد العالي للمحطه اللي انا اخترتها. خالط هيبتدي يخلط اشاره القناة او المحطة اللي اخترتها مع اشارة المذبذب المحلي. المذبذب المحلي بيقوم بتوليد تردد اعلى من تردد القناة المستقبلة او المحطة المستقبلة بمقدار التردد المتوسط. فاكرين كنا بنقول ايه في الاي ام؟ 455 كيلو هرتز اللي هو التردد المتوسط. لا، هنا المذبذب هيولي التردد اعلى من تردد المحطه المستقبله بمقدار 10.7 ميجا هرتز. شفت هناك بالكيلو هرتز 455، انما هنا التردد المتوسط في الاف ام 10.7 ميجا هرتز اللي هي مليون هرتز. طيب المذبذب هيطلع التردد اللي هو اعلى من المحطه بمقدار 10.7،
مكبر التردد العالي هيكبر إشارة المحطة المرغوبة اللي هي سميناها قبل كده في الـ AMFC، وإشارة المذبذب المحلي سميناها FO. الخالط هيعمل إيه؟ يبتدي يخلط إشارة تردد القناة اللي أنا عايزها مع إشارة تردد المذبذب المحلي، وداخل الخالط هينتج الخمس حاجات اللي إحنا عارفينهم. مين هم الخمس حاجات دول؟ واحد، إشارة القناة اللي أنا عايزها، المحطة اللي أنا عايزها اللي هي FC. 2، إشارة التردد بتاع المذبذب المحلي اللي هي FO. 3، مجموع الترددين الـ FC زائد الـ FO. 4، الفرق بين الترددين، وده اللي أنا عايزه، اللي هو التردد المتوسط، وده بيساوي 10.7 ميجا هرتز. التوافقيات، ادي الخمس حاجات بتوعنا اللي موجودين جوه مين؟ جوه الخالط. عن طريق دايره رنين هستخلص مين؟ الفرق بين الترددين اللي هو الاي اف، التردد المتوسط اللي هو 10.7. هوديه لدايره مكبر التردد المتوسط اللي هي الاي اف امبليفاير، وتبتدي تكبر التردد المتوسط، ويعني عبارة عن مرحلة او مرحلتين. عظيم. بعد كده ايه اللي هيتم؟ اللي هيتم تخش الاشارة على الليمتر اللي هو هيشيل اي شوشرة من الاشارة بتاعت الاف ام، مسؤول عن ازالة الشوشرة. وبعدين الاشارة تخش على مين؟ على الديسك مونيتور او المميز. يعمل ايه الديسك مونيتور او المميز ده؟ يحول التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع. وفي الجزء ده هلاقي الاشاره اللي خارجه من الديسك مونيتور هي زي الاشاره اللي كانت خارجه من الكاشف في اجهزه الاي ام. وبعدين ايه اللي هيتم؟ هيبقى في عندي جزء بتاع الايجسي اللي هو مسؤول عن ضبط التكبير والحصول على إشارة ثابتة خارجة من دائرة المميز، إشارة مستواها ثابت وأنا أتحكم في التكبير بتاعها. عظيم. طب إزاي؟ إن أنا باخد جهد انحياز من خارج المميز وأرجعه مرة تانية لمين؟ لدائرة مكبر التردد المتوسط أو الكاشف أو المذبذب المحلي، او اللي هي دايره الخالط. دايره مين؟ الخالط. ما بروحش للمذبذب المحلي، بروح لدايره مين؟ الخالط. لان انا بتكلم على مين؟ على الاي جي سي، ضابط التكبير الاوتوماتيكي. جهد انحياز بيتاخد من خارج المميز وبرجع بيه على مكبر تردد متوسط والمازج، عشان يحافظ ده على مستوى الاشاره اللي خارجه من المميز مستواها ثابت. عظيم. ده كلام جميل. دايره الاي اف سي، ودي مسؤوله عن ضبط تردد المذبذب، تردد للمذبذب المحلي اوتوماتيكيا، او لعمل استقرار لتردد المذبذب المحلي اللي هو مش مستقر لانه بالميجا هرتز. مين اللي بيعمل له كنترول واستقرار؟ الاي اف سي، او ضابط التردد الاوتوماتيكي. بعد كده بتنقل على مكبر الجهد برضو عن طريق الفوليوم اللي هو هيبتدي يكبر الاشاره اوتوماتيك، يكبر الاشاره مش اوتوماتيكيه، يكبر الاشاره او يكبر جهد الاشاره الى المستوى المطلوب لتشغيل السماعه. وبعدين اخش على مكبر الجهد، ما هو هكبر الاشاره كجهد عشان تشغل السماعه عن طريق مين؟ تمام، عن طريق مكبر القدره. يبقى انا لما بكبر الاشاره في مكبر الجهد عشان تشغل مكبر القدره عشان يشغل مين؟ السماعه. مكبر القدره بيتم فيه تكبير قدره الاشاره الى المستوى المطلوب لتشغيل السماعه. السماعه هتحول لي الاشاره اللي هي طبعا اللي خارجه من مكبر القدره، الاشاره الكهربيه، الى اشاره صوتيه مسموعه. إشارة صوتية مسموعة. تعال بقى نروح للشاشة ونشوف المراحل دي مرحلة مرحلة
ونتكلم على الرسم التخطيطي اللي خاص بجهاز استقبال الاف ام، ونتكلم بقى ونشرح المراحل ونقول الكلام ده اللي احنا قلناه هنقوله على على المراحل دي مرحله مرحله. نشوف الكلام ده على الشاشه. ادي الانتنة وادي الهواء التوافقي مكبر التردد العالي المازج مذبذب المحلي مكبر تردد متوسط. الكشف بيتم على مرحلتين، المحدد والمميز AFC اللي هي AGC واوتوماتيك فريكوانسي كنترول اللي هي AFC، مكبر الجهد ومكبر القدره والسماعه. تعال نشوف الكلام ده مرحله مرحله. شرح الرسم التخطيطي لمراحل جهاز استقبال الاف ام. اول مرحله عندي تيونينج سيركت، مرحله الهواء التوافقي وفيها جزئين، الانتنه ودايره الاختيار. تشمل هذه المرحلة على الهواء التوافقي الذي يعمل على التقاط الموجات اللاسلكية المرسلة من محطة الإرسال وتحولها إلى ميم، إلى إشارة كهربية متغيرة، خلي بالك متغيرة، كما يتم في هذه المرحلة اختيار المحطة المرغوبة عن طريق دائرة الرنين ذات سعة متغيرة ونقلها إلى مكبر التردد العالي. بس كده؟ لا، لسه عندنا بيعمل هذا المكبر اللي هو مكبر التردد العالي اللي هو راديو فريكوانسي امبليفاير، بيعمل ايه؟ بيعمل هذا المكبر على تكبير قيمة جهد الإشارة التي تم اختيارها اللي هي المحطة بتاعتنا، ويتم توصيلها إلى داخل مرحلة المازج أو الخالط اللي هو الميكسر. نيجي بعد كده اللوكال أوسيليتور، المرحلة الثانية اللي هي عندنا في الجزء اللي خاص بالمذبذب المحلي. تعمل هذه المرحلة على توليد ذبذبه مستمره، زي ما قلنا بتولد تردد اعلى من تردد المحطه المستقبله بمقدار 10.7، تقوم بتوليد تردد ذات ذبذبه مستمره ثابته. التردد ده بيكون اعلى من قيمه تردد اشاره المحطه المستقبله بمقدار 10.7، ايوه مش 455، 455 دي فين؟ كيلو هرتز دي في الاي ام، انما دي 10.7 ميجا هرتز، مليون هرتز اللي هو 10.6، وهو قيمه التردد البيني او التردد المتوسط في اجهزه مين؟ الاف ام. تعال نشوف بقى حاجه، ويتم وضع المكثف المتغير لدائرة الهواء التوافقي والمكثف المتغير بتاع دائرة المذبذب على محور واحد. فاكرين الكلام ده لما قلناه في الاي ام؟ ليه؟ عشان اضمن ان التردد اللي خارج من المذبذب اعلى من تردد المحطة بمقدار التردد المتوسط اللي هو كام؟ اللي هو 10.7 ميجا هرتز. تعال نشوف نكمل. ليه؟ لأنه عندما يتم اختيار تردد محطة يتم تغيير قيمة التردد المولد من المذبذب المحلي بحيث يكون الفرق بينهم دايما اللي هو 10.7 ثابت بين تردد المذبذب المحلي وتردد المحطة المستقبلة بمقدار 10.7، وهو قيمة التردد البيني اللي هو التردد المتوسط، وذلك تحقيقا لنظرية السوبر هيترودين اللي احنا قلنا خط الترددين، حيث يتم توصيل خارج المذبذب الى داخل المازج اللي هو الميكسر او الخالط. مرحلة الخالط المازج او الخالط اللي هو الميكسر ده بيقوم بايه؟ يقوم بعمل، خلي بالك بقى، مزج بين اشاره المذبذب المحلي اللي هي المحطه اللي هي الاف او
اللي هي الاشارة الاوسيليتور فريكونسي اوسيليتور، واشارة المذبذب، واشارة المحطة المستقبلة اللي هي الاف سي اللي هي اشارة المحطة اللي انا عايزها اللي هي الفريكونسي كارير. وينتج طبعا عن خلط مجموعة الترددات دي اللي هم الترددين، هينتج مجموعة من الترددات اللي هي مين؟ الاف سي لوحدها، الاف او لوحدها اللي هي تردد مذبذب، الاف سي لوحدها اللي هو تردد المحطه المستقبله اللي هو الفريكوانسي كارير، مجموع الاثنين اف سي زائد اف او. الفرق بين الاثنين وده هو اللي انا عايزه اللي هو الاي اف اللي هو قيمته 10.7، ده التردد المتوسط. التوافقيات، ترددات التوافقيات، دول الخمس حاجات اللي هم بتوع مين؟ اللي احنا قلنا عليهم اللي هم موجودين فين؟ في الخالط. ايه هم الخمسه دول؟ تردد المذبذب، تردد المحطه، تردد المذبذب اللي هو اف او، تردد المحطه اللي هو اف سي، مجموع الاثنين الاف او زائد الاف سي. الفرق بين الاثنين وده اللي انا عايزه اللي هو التردد المتوسط اللي هو الاي اف اللي هو 10.7 ميجا هرتز. التوافقيات الخمسه دول موجودين جوه الخالط، ازاي هخرج واحده منهم اللي انا عايزها واسيب الباقي؟ عن طريق دايره رنين زي ما قلنا في الاي ام اللي هي اول محول تردد متوسط، اول محول اي اف، دي مظبوطه على الفرق بين الترددين اللي هو قيمته كام؟ 10.7 ميجا هرتز. دي دايره الرنين اللي موجوده في فوق دماغ المازج او في خارج المازج، تلقط الفرق بين الترددين وتروح مخرجاه وتوديه على مكبر تردد متوسط، وملهاش دعوه بمين؟ بباقي الترددات اللي هم الاربعه اللي عندنا اللي هو الاف او والاف سي والاف او زائد الاف سي والتوافقيات. تسيبهم في المازج وتخرج مين؟ الاي اف بس اللي هو التردد المتوسط اللي هو 10.7 ميجا هرتز، وتنقله بعد كده توديه على مين؟ على الاي اف امبليفاير اللي هو مكبر التردد المتوسط. نشوف الكلام ده على الشاشه. يبقى انا دلوقتي خلاص هاخد بقى مين؟ الاي اف، ودي لمين؟ لمكبر التردد المتوسط. تعال نشوف، يتم الجزء اللي انا قلت لك في الاخر، يتم اختيار اشاره واحده فقط من الاربعه اللي انا قلت لك عليهم، من تلك من الخمسه اللي انا قلت لك عليهم تلك الاشارات السابقه، وهي اشاره الفرق بين الترددين بقيمه 10.7 اللي هي الاي اف، وهو التردد البيني او التردد المتوسط. بيتم اختيارهم اختيارها ازاي؟ عن طريق دائره الرنين اللي انا قلت لك عليها، ويتم الاختيار عن طريق دائره الرنين اللي هي محول التردد المتوسط الموصله في خارج المازج، حيث يتم توصيلها الى داخل مرحله تكبير التردد البيني او التردد المتوسط اللي هي المرحله دي. نروح لمين؟ لمرحله التردد المتوسط، مكبر التردد المتوسط او البيني او المتوسط اللي هو الاي اف امبليفاير. ودي بتتكون هذه المرحله من مرحلتين، ممكن تبقى مرحله واحده، ممكن تبقى مرحله واحده. وشفنا دوائر في الاي ام وشرحناها وكانت مرحله واحده، ممكن تبقى مرحلتين، تبقى مرحلتين. بالعكس، هي لما تبقى مرحلتين تكبير افضل لما تبقى مرحله واحده، لانها هيدي نقاء للصوت وارتفاع لحساسيه الجهاز. تتكون هذه المرحله من مرحلتين تكبير للتردد البيني، يربط بينهما محولات منغمه على قيمه التردد البيني للاشاره، طبعا للاشاره فقط بتاعت التردد البيني، حيث يتم تكبير جهد إشارة التردد البيني وتوصيلها إلى داخل مرحلة الكاشف اللي هو كم مرحلة؟ منساش، مرحلتين. كاشف الـ FM مرحلتين، اللي هو قدام مني المحدد والمميز، الليمتر والديسك مونيتور. وتلاحظ إن الإشارة هنا داخلة فيها شوشرة، داخلة على المحدد، خرجت من المحدد من غير شوشرة، باين. يبقى المحدد ده شال الشوشره.
تعال نشوف بقى الجزء بتاع الكشف ده بتاع المحدد والمميز بالتفصيل، وايه اللي نقدر نكتبه لو اتطلب مننا ان احنا نشرح اي مرحلة من المرحلتين دول اللي هي المحدد او المميز. مرحلة الكشف ديتكشن في الاف ام بتنقسم لحاجتين، كشف التعديل الترددي اللي هو الاف ام، بيتم كشف التعديل الترددي بواسطة الآتي مرحلتين زي ما قلت لك، المحدد اللي هو الليمتر، والديسك مونيتور اللي هو المميز. هم دول مرحلة مين؟ الكشف. تعال نشوف كل واحدة بتعمل ايه. المحدد او الليمتر وظيفته ايه؟ ويتم فيه فصل الشوشرة عن الإشارة المعدلة تعديل ترددي، ثم تنقل الإشارة المعدلة ترددية إلى دائرة المميز. شوف الإشارة كده أهي، كان فيها شوشرة هنا، دخلت على الليمتر، طلعت بدون شوشرة، راحت لمين؟ للمميز. تعال نشوف بقى المميز بيعمل إيه. المميز، شوف، فاكر الكلام اللي قلته لك؟ بيحول ويتم فيه تحويل التغيرات في التردد. اوعى تقول التعديل في التردد، اوعى، التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع اللي هي الاشارة الصوتية. شايف الاشارة اللي داخلة اهي على المميز؟ اهي اشارة متغيرة في التردد، خرجت متغيرة في مين؟ متغيرة في الاتساع. مش هي شكل الاشارة دي اللي كانت خارجة، فاكر، من الكاشف في الاي ام؟ ايوه تمام صح، كلامك مظبوط. يبقى المميز فايدته يتم فيه تحويل التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع اللي هي الاشارة الصوتية، حيث ثم يعني بعد كده يعني اللي هيتم، ثم يتم نقل الاشارة اللي خارجة من المميز الى مرحلة مكبر التردد الصوتي اللي هو مكبر التردد الصوتي او مكبر الجو، عن طريق الفوليوم اللي هي المقاومة متغيرة للتحكم في خفض ورفع الصوت. يعني الاشارة هتتنقل من خارج المميز الى داخل المكبر عن طريق مين؟ الفوليوم اللي هو مين؟ ضابط الصوت. نيجي بقى للجزء اللي بعد كده، الاي جي سي، ضابط الكسب الاوتوماتيكي، اي جي سي، وقلنا في اسم تاني اي في سي. اي جي سي ضابط الاوتوماتيك جين كنترول، ضابط التكبير الاوتوماتيكي. هنا اي في سي اوتوماتيك فولتج كنترول، ضابط الجهد الاوتوماتيكي. الاثنين زي بعض، لاني انا بعمل مين جين؟ بعمل لمين تكبير؟ بعمل للفولت، بكبر جهد الإشارة، يبقى أوتوماتيك جين كنترول أو أوتوماتيك فولتج كنترول، الاتنين صح. إيه فايدتها؟ دي بتحافظ على مستوى ثبوت الإشارة اللي خارجة من المميز أو من عملية الكشف مباشرة، بتحافظ عليها، بتخليها ثابتة عن طريق جهد انحياز بيتاخد من المميز وبيتوصل بمكبر تردد متوسط وبتوصل بمكبر التردد العالي. غالبية الأجهزة بتوصل على الاي اف امبليفاير، وشفناها في جهاز الاي ام وشرحناها المرة اللي فاتت عمليا ونظريا اللي هو الاي جي سي. تعال نشوف الكلام. ادي مرحلة الاي جي سي، هي وسيلة لجعل مستوى الصوت ثابت تقريبا لجميع المحطات المستقبلة من محطة الإرسال الإذاعية مع اختلاف بعدها عن محطة الإرسال، ويتم الحصول عليه اللي هو جهد الاي جي سي عن طريق جهد انحياز يتم الحصول عليه من إشارة الموجة الحاملة العالية التردد بعد فصلها عن الإشارة الصوتية في دائرة الكاشف اللي هي بتحل عندنا هنا محل دائرة المميز. طيب نشوف بعد كده الـ AFC.
مرحله ضابط التردد الاوتوماتيكي اللي هو اوتوماتيك فريكوانسي كنترول. اوتوماتيك فريكوانسي كنترول ضابط التردد الاوتوماتيكي اللي هي المرحله دي. لو بصيت كده للمرحله دي هي متاخده منين؟ متاخده من خارج المميز، وبعد كده جهد بيتاخد من خارج المميز وراجع تاني على المذبذب المحلي عشان يعمل استقرار لتردد المذبذب المحلي. ليه هو تردد المذبذب المحلي مش مستقر؟ فاكر لما قلنا مش مستقر ليه؟ لان التردد بتاعه بالميجا هرتز عالي، فلازم يكون غير مستقر. مين بقى اللي هيعمل له استقرار؟ الاي اف سي. يبقى الاي اف سي بتعمل استقرار لتردد المذبذب المحلي عشان هو غير مستقر ان تردده عالي. تعال بقى هنا نقول سؤال، خلي بالك بقى معايا، علل وجود الاي اف سي في اجهزه الاف ام وعدم وجودها في اجهزه الاي ام. ايوه تمام، اقول السؤال ده واجاوبه، ما انا بشوف صح، شايف اجهزه الاف ام فيها اي اف سي. ليه؟ لان التردد بتاعها غير تردد المذبذب بتاع المحلي في اجهزه الاف ام غير مستقر. ليه؟ لانه عالي جدا بالميجا هرتز. طب مش موجوده ليه في الاي ام؟ لان تردد المذبذب المحلي في الاي ام مستقر لانه عالي فقط بالكيلو هرتز، مش عالي جدا. عرفنا الفرق ليه موجوده الاي اف سي في الاف ام ومش موجوده في الاي ام؟ ده الفرق بينهم. تعال نشوف ازاي بنشرح وظيفه الاي ام. الاي اف سي هي وسيله لعمل استقرار لتردد المذبذب المحلي، وذلك لان تردد المذبذب المحلي عالي جدا. تعال نشوف بعد كده المرحله بتاعتنا اللي بعد كده، اللي هي مرحله مكبر الجهد او التردد الصوتي، اللي هي امبليفاير فريكوانسي، اللي هو اوديو فريكوانسي امبليفاير. اوديو فريكوانسي امبليفاير مكبر التردد الصوتي. طيب ليه دي بتقوم بتكبير جهد؟ هي مكبر الجهد، بتقوم بتكبير جهد الاشاره اللي خارجه من مرحله الكشف اللي هي طبعا المميز والكشف والليمتر، ونقلها الى مرحله تكبير الاخراج الصوتي اللي هو مكبر مين؟ القدره. نشوف بقى مكبر القدره هيكبر قدره الاشاره عشان تشغل السماعه. مكبر الاخراج الصوتي باور امبليفاير، اللي هو مكبر القدره باور امبليفاير، وده فيها بيتم تكبير قدره الاشاره الصوتيه بالقدر المطلوب لتشغيل السماعه، وغالبا ما تعمل هذه المرحله بنظام الدفع والجذب، وشفناها على فكره بالتفصيل في اجهزه الاي ام. الله، هتقول لي هو مكبر القدره ومكبر الجهد اللي هم موجودين في الاي ام ينفع يشتغلوا في الاف ام؟ الجزء الوحيد اللي ممكن يشتغل في الاي ام وفي الاف ام بدايه من ضابط الصوت الفوليوم لحد السماعه. عشان كده خلي بالك بقى معايا، لما ناخد جهاز بعد كده استقبال النوع التالت في الاجهزه اللي هو اي ام اف ام شغال حاجتين، هلاقي مكبر الجهد ضابط الصوت، مكبر الجهد، مكبر القدره، دول شغالين في الاي ام وفي الاف ام، عشان نبقى فاهمين الكلام ده كويس قوي. تاني، الجزء اللي هو ضابط الصوت ومكبر الجهد ومكبر القدره والسماعه، دول جزء مشترك ممكن يشتغل في الاي ام ويشتغل في الاف ام، وده الكلام اللي احنا هنقوله في الحلقات القادمة لما نيجي نتكلم عن جهاز استقبال شغال حاجتين اي ام واف ام. يبقى ده الجزء اللي احنا بنتكلم عليه. تعال بقى نشوف وظيفة السماعة
بتعمل ايه؟ عارف منها. هتعمل ايه السماعه؟ هتحول الاشاره الكهربيه اللي خارجه من مكبر القدره الى اشاره صوتيه مسموعه. تعال نشوف الكلام. شوف الكلام ده على الشاشه. السماعه لاود سبيكر بتقوم او بيتم عن طريقها تحويل الاشاره الكهربيه الى الاشاره الصوتيه المسموعه. تعال نشوف بقى سؤال مهم جدا هنعرف فيه الاي اف سي والاي جي سي والاي في سي. اهو عرف او عرف الاختصارات الاتيه: اي اف سي، اي في سي، اي جي سي. ولازم فعلا يكون عندي الملكه ان انا اقدر اعرف كل واحد او الفرق بين اعرف كل واحد لوحده والفرق بين كل واحد في الثلاثه ايه. اي اف سي اوتوماتيك فريكوانسي كنترول، ضابط التردد الاوتوماتيكي. اي في سي اوتوماتيك او اوتوماتيك فولتج كنترول، اوتوماتيك فولتج كنترول، ضابط الجهد الاوتوماتيكي. الثالثه اوتوماتيك جين كنترول، ضابط التكبير الاوتوماتيكي. انا عرفتهم كده كاسامي. طب تعال نشوف التفصيل. نشوف التفصيل. اول حاجه ضابط الكسب الاوتوماتيكي اللي هو اوتوماتيك جين كنترول، دي وسيله عشان احافظ بيها على ثبوت الاشاره مهما اختلفت او مهما اختلف بعد الجهاز عن محط الارسال. ضابط الجهد الاوتوماتيكي اللي هو ضابط الجهد نفسه، او الجهد نفسه ما هو الاشاره اللي انا بكبرها. يبقى الجين اللي هو الكسب اللي هو التكبير، اما هنا الفي اللي هي الفولت. طب ما انا بكبر مين؟ ما انا بكبر الفولت. يبقى ده الاي في سي ضابط الجهد الاوتوماتيكي وبيحل محل الاي جي سي. يعني في بعض الاجهزه بيبقى مكتوب اي في سي، بعض الاجهزه مكتوب اي جي سي. اما الثالثه اللي هي ضابط التردد الاوتوماتيكي اوتوماتيك فريكوانسي كنترول، ودي وظيفتها عمل استقرار لتردد المذبذب المحلي. عرفنا الفرق بين الاي جي سي والاي في سي والاي اف سي. تعال نشوف دائره عملية ورسم تخطيطي لجهاز استقبال يعمل بنظام تعديل الاف ام. ادي دايرة تخطيطية اهي، وعلى فكرة الجهاز ده موجود عندنا في المعامل في المدارس. رسم تخطيطي بيوضح لي مراحل بتاعت جهاز الاف ام اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية، ودي الدائرة العملية بتاعت الجزء بتاع اللي فوق الرسم التخطيطي، وهنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي وهنشرحها دايره دايره ومرحله مرحله. طيب تعال نشوف بقى. ادي الدايره الاولانيه، ودي جزء خاص من اول استقبال الاشاره اللي هو الانتنة لحد خرج الكاشف، لحد خرج مين؟ الكاشف. اما الجزء اللي في الجزء الثاني اللي هو الدايره الثانيه دي، دي عبارة عن دائرة مكبر جهد ومكبر قدرة. شايفين الترانزستورات الصغيرة دي؟ دي مكبر جهد، الترانزستورات الكبيرة دي إخراج قدرة. طب وليه معمولة جزئين؟ عشان أنا عندي سماعات يمين وشمال، يعني الجهاز ده شغال ستيريو، شغال ستيريو ليفت ورايت. في سماعة للليفت اللي هو الشمال، وفي سماعة لمين؟ للرايت اللي هو اليمين. وهنشوف الكلام ده بالتفصيل. تعال نشوف هنا شرح دائرة عملية ورسم تخطيطي لجهاز استقبال يعمل بنظام تعديل الاف ام، الدائرة الأولى اللي احنا شفناها. تعال نشرحها. بص بقى، خلي بالك بقى معايا. الدائرة الأولى دي لو بصيت كده عليها، بص كده، هنشرحها جزء جزء. بص كده فوق عندي، ده المفتاح بتاع التشغيل الأون أوف. ده الفيوز اللي هو في الدايره التخطيطيه اللي هو فيوز نص امبير اهو. ادي المفتاح اهو ومعاه الفيوز. عظيم. نيجي بقى الجزء جزء بقى، نمشي معاه جزء جزء.
دي دائره الباور، الباور سبلاي اللي دائره التغذيه اللي بتشغل الدائره بتاعتي وتشتغل 12 فولت. تعالى بقى ناخد بقى الجزء الرسم التخطيطي من اول الانتنة. ادي الانتنة، ده في الجزء التخطيطي، وظيفتها استقبال الموجات وتحويلها من كهرباء مغناطيسيه لكهربيه. فين هي في الجزء العملي؟ اهي شفت الانتنة موجوده فين؟ اهي مكتوب عليها انتنة، اهي طرف ده انتنة. نيجي بعد كده الاقي ار اف امبليفاير اللي هو مكبر التردد العالي، الاقي كيو واحد، ده اهو كاتب لي عليه كيو واحد. فين كيو واحد؟ ادي كيو واحد، ادي الاي اف امبليفاير، ار اف امبليفاير، ار اف امبليفاير اهو. نيجي بعد كده على مين؟ على كيو 2 لوكال اوسيليتور اهو، الترانزستور الثاني. فين اللوكال اوسيليتور؟ اهو شايفه. كيو 3 وكيو 4 اللي هو الميكسر ومكبر، خالط ومكبر، كيو 3 خالط. فين هو؟ اهو ده فوق في الرسمه التخطيطيه، شاورت لك عليهم هم الاثنين اهم. بقول لك كيو 3 وكيو 4 ميكسر ومكبر اللي هو الخالط والمكبر اهو. ادي كيو 3 الخالط، وادي كيو 4 المكبر. بعد كده عندي مين؟ بيقول لي خلي بالك، شوف التردد 10.7، التردد المتوسط ده خارج من الخالط اهو، راح لمين؟ راح لمكبر التردد المتوسط. مكبر التردد المتوسط كاتب لك هنا يو 2، يو 2 يعني معناها الاي سي اللي رقمها يو 2 اهي 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 يو 2 دي شغاله كمكبر تردد متوسط. تعال نشوفها، ادي اليو 2 اهي في النظري في الرسم التخطيطي، وادي اليو 2 في العملي. نيجي بعد كده لمين؟ ليو 3 ديسكومنيتور استيريو، ودي موديليشن، عمليه الكشف والمميز والاستيريو موجوده كلها في اليو 3. يو 3 دي اللي هي مين؟ اللي هي الاي سي 3 اهي، يو 3 شايفينها مكتوب عليها يو 3 اهي، انا كبرتها لك عشان تشوفها، عشان نتكلم عليها جزء جزء. رسم تخطيطي بنطبقه مع مين؟ مع الجزء اللي خاص بالعملي اهو. ادي اليو 3 اللي شغاله اهي في الرسم التخطيطي، شغاله ديسكومنيتور مميز، دي موديوليشن كشف، وفي نفس الوقت استيريو اهي. ادي اليو 3. بعد كده عندي في استيريو ليد، اللي هو الليد اللي بينور لما الاستيريو يكون شغال، ده اللي هو الليد الضوئي الثنائي الضوئي. فين هو؟ اللي هو ده موجود فين في الرسم التخطيطي؟ اهو موجود فين في العملي؟ اهو ادي الليد باين اهو. ده بالنسبه لمين؟ للدايره بتاعتي الاولى اللي انا طبقتها على الجزء العملي، الرسم التخطيطي مع الجزء العملي. فاضل عندي الاثنين فوليوم اهو، فوليوم اثنين اهم، واوديو امبليفاير اخراج صوتي مع مين؟ مع يو واحد ويو اتنين. وخلي بالك من كيو واحد لحد كيو 10، من كيو واحد لحد كيو 10. طب ما تيجي نشوف دي الدايره الثانيه، تعال نشوف الدايره الثانيه، هنشوفها كده الخارج بقى بتاعي. ادي الدايره الثانيه اهي، دي الدايره الاولانيه اللي كبرتها لك، ادي كيو 1 كيو 2 كيو 3 وكيو 4 اللي هم شغالين كمكبر خالط ومكبر، يو 2 اهي الاي سي اليو 2 اللي شغاله كمكبر طب متوسط، واليو 3 اللي هي شغاله ديسكريمينيتور ودي موديوليشن واستيريو، وادي الليد بتاع الاستيريو. عظيم. تعال نشوف الدايره الثانيه اهي، شرح دائره عمليه ورسم تخطيطي لجهاز استقبال يعمل بنظام تعديل اف ام. الدائره الثانيه نمشي كده واحده واحده، ادي الإشارة اللي جاية من مكبر الإخراج الصوتي، آسف من الكاشف اللي هي يو 3، هتخش هنا، تخش هنا تلاقي مين بقى؟ بص أدي فوليوم بتاع الإيه؟ الليفت، الفوليوم بتاع السماعة الشمال، فين هو في العملي؟ أهو. ده الليفت فوليوم أهو. وبعدين عند الرايت فوليوم أهو، أدي الرايت فوليوم أهو. أهو. وبعدين الاخراج بقى، ادي الاخراج اوديو امبليفاير من كيو 1 لكيو 10، شايفها اهي.
فين بقى اللي من كيو واحد؟ ادي كيو واحد، كيو اتنين، كيو تلاتة، كيو اربعة، كيو خمسة. شايف الترانزستورات اهي، عديت لك اتنين اهم، ترانزستورات عادية وترانزستورات هاف باور اهي او باور. دي ست لحد كده خمس، اسف، خمس ترانزستورات، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هات ستة، كيو ستة، كيو سبعة، كيو تمانية، كيو تسعة، كيو عشرة. ادي هم اللي هم العشر ترانزستورات بتوع الاخراج الصوتي، بتوع الاخراج مين؟ الصوتي. طب كده كويس قوي، انا شفت دلوقتي دائرة الاخراج، تعال نشوفها بقى ونكبرها اهو. شايف؟ ادي الكيوهات بتاعتي، ترانزستور اتنين تلاتة اربعة خمسة، دول بتوع مين كلهم؟ بتوع الرايت. اما دول ست سبعة، ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، دول بتوع الليف. ادي الرايت اهو، شايف الرايت اهي، بتوع السماعة اليمين، واللي فوق بتوع السماعة الشمال. الاحظ مكتوب ايه تحت؟ مكتوب بوش بول امبليفاير والرايت والليف. يعني ايه بوش بول؟ يعني دايرة تكبير دفع وجذب. شوف دايرة تكبير دفع وجذب شفناها في الاي ام، ترانزستور فوق وترانزستور تحت، اتنين ترانزستور. هنا خمسة ترانزستور فوق وخمسة ترانزستور تحت، شغالين دفع وجذب لمين؟ للسماعتين، تكبير للسماعتين، السماعة الشمال والسماعة اليمين. كده يبقى أنا فهمت وعرفت الجهاز بتاع جهاز الاستقبال الاف ام، عرفت الرسم التخطيطي بتاعه، عرفت كل مرحلة بتعمل ايه، وفي نفس الوقت شرحنا فايدة كل مرحلة وطبقناها على الجزء الرسم التخطيطي وعلى الدائرة العملي. الدائرة العملي بتنقسم لقسمين، قسم بيحتوي على المراحل من الهوائي وحتى خارج الكاشف، دي الدائرة الأولى اللي احنا سميناها الدائرة الأولى، فيها الهواء التوافقي، فيها الخلط، فيها مكبر تراب العالي، وفيها الخالط، وفيها المذبذب المحلي، وفيها مكبر تراب متوسط، وفيها الكاشف اللي هو الديسك مونيتور اللي المحدد والمميز. المرحلة الثانية فيها مرحلة الإخراج بدءا من الفوليوم، لما قلنا في فوليوم يمين، فوليوم رايت، وفوليوم ليفت، ومرحلة الإخراج كلها، مكبر جهد ومكبر قدرة. وبعد كده هناخد الخارج ده نوصله بمين؟ بالسماعة. بكده احنا شرحنا الرسم التخطيطي بالتفصيل بتاع جهاز استقبال الاف ام، وشرحنا الجزء العملي، ولسه هنكمل بالتفصيل خط سير الاشارة في الدائرة العملية، وهنتكلم على خط مش الاشارة بالظبط بتتنقل من الهوائي لحد السماعات ازاي في جهاز الاستقبال الاف ام. ده اللي هنقوله ان شاء الله باذن الله في الحلقة القادمة. بكده يبقى وصلنا الى نهاية حلقة اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة، والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله.